واحنا بنتابع تشامبيونز ليج فرق كبيره جدا راحت يعني حيث لا ندري ولا نحتسب ومش قادره ترجع مره تانية، وفرق جديده ظهرت على الساحه وبقت بتنافس وبقت بتحقق القاب وبقت موجوده في المشهد. هل القصه مرتبطه، هنتكلم طبعا على ماتشات امبارح وهنتكلم على ماتشات النهارده، لكن هل القصه بقت النهارده مرتبطه بالاستثمار الرياضي؟ هل الفرق اللي نجحت تجاربها الاستثماريه او تجاربها الاقتصاديه في انها تحطها على منصات التتويج قابله كمان للتطبيق عندنا في مصر؟ خلينا قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما نتكلم على تشامبيونز ليج نرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا في السادسه المتالقين دائما، فاروق عصام وخالد عامر. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. مساء الفل، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. لله. فاروق ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ مبسوط دايما ان انا ببقى معاك يا فاروق، ربنا يخليك. طيب سؤال كبير قوي وسؤال صعب قوي، بس خلينا نقول الاول فاروق، من وجهه نظرك خريطه الكره في اوروبا، بما انه اوروبا هي رول موديل، هي المثل الاعلى اللي احنا دايما حاطين علينا عليه ونحاول نشوف الناس دي بتعمل ايه عشان نقلدها، هل شايف انه فكره الاستثمار في صناعه ورياضه كره القدم غيرت من خريطة الكرة في أوروبا؟ أكيد طبعا، أكيد. إحنا لو دلوقتي بصينا على النادي المستحوذ على البطولات في الكرة الإنجليزية هو نادي مانشستر سيتي. نادي مانشستر سيتي لو رجعنا 15 سنة لورا هو كان نادي متوسط في إنجلترا. برضو في بداية الألفية النادي اللي كان بدأ يظهر على الخريطة هو نادي تشيلسي. نادي تشيلسي في التسعينات والثمانينات هو كان نادي متوسط في إنجلترا، هو كان نادي الطبقة الثرية اللي موجودة في لندن أو في غرب لندن، ونادي مرفه جدا غير مطالب بالبطولات، وكان نادي وسط بالظبط كده. فحاليا دلوقتي لكن بطولات ما فيش بالظبط، كان معاه لو حتى بصينا على مانشستر سيتي كان معاه 2 دوري، تشيلسي كان معاه دوري واحد بس قبل حقبة رومان إبراموفيتش وقبل الحقبة الإماراتية في مانشستر سيتي، ابتدى يجيبوا بقى فيالي كوزولا وبدايه الصرف وبدايه الانفاق حتى رانييري ومدربين بدا التعاقد مع مدربين كبار جدا في اوروبا. على الجانب الاخر الدوري الفرنسي نادي زي باريس سان جيرمان قبل الاستثمار القطري كان معاه 2 دوري فرنسي، حاليا معاه 10 دوري فرنسي وهو واحد من اكبر الانديه في اوروبا مش بس في فرنسا. وده ناتج عن الاستثمار القطري وضخ الاموال. دي مقارنه سريعه بما انك كنت بتتكلم على مانشستر سيتي، بنتكلم طبعا على قبل وبعد، اللي على اليمين ده قبل الاستثمار، اللي على الشمال ده بعد الاستثمار. 2 دوري بس فقط، لكن حاليا بص استحواذ واضح لمانشستر سيتي على البطولات وهيمنه نتيجه الاستثمار وضخ الاموال بشكل ال 10 سنين اللي فاتوا مانشستر سيتي هو بطل الاول في اخر 5 سنين هو واخد 4 دوري. ليفربول يا دوبك عافر وقدر ياخد خطف كده دوري، لكن غير كده فهو الهيمنه. على الرغم ان ليفربول برضو تجربه استثمار يا خالد، يعني ليفربول كان بعيد عن منصات التتويج بقاله سنين طويله، هو فريق كبير وواحد من اكثر الفرق اللي واخده بطوله دوري ابطال اوروبا، لكنه بعد عن المشهد يمكن مع تجربه يورجن كلوب وتجربه ريد بيرد الشركه اللي استثمرت في ليفربول. اعتقد برضو فكره ضخ الاستثمارات في نادي ليفربول ساهمت بشكل او باخر انه يرجع خد تشامبيونز ليج، خد بريمير ليج، بقى موجود على الساحه ومرشح دايما. انا ما اعتقدش انه ليفربول هو نفس الكيس بتاعت مانشستر سيتي، عشان احنا لما نقارن الاثنين ببعض ولما نقارن الكرايتيريا اللي اشتغلت بيها الادارتين مش هنلاقيهم على نفس على اون ذا سيم بيج، مش يعني في نفس الليفل، بس تحت نفس العنوان، ممكن تحت نفس العنوان اللي هو بس لا ولا حتى تحت نفس. طب خليني اقول بالارقام. تمام، حلو الكلام. خليني اقول بالارقام، ليفربول احنا لو اتكلمنا عن ليفربول هنتكلم ان هو نادي عريق جدا، خد بطولات كتير، جه عمل دروب شويه وبعدين رجع تاني باربع او خمس صفقات بفلوس كتير، ولكن في الباقي كله كان قائم على فكره المشروع اللي كنا بنتكلم عنها المره اللي فاتت. مانشستر سيتي مش كده اطلاقا، مانشستر سيتي تم الاستحواذ. مختلف معاك في اربع او خمس اسماء دي. يعني بتكلم من 2016 لحد دلوقتي، الفلوس اللي اتدفعت هتلاقي اتدفع في فان دايك، هتلاقي اتدفع في محمد صلاح، في اليسون بيكر، في روبرتو فيرمينو، في 10 اسماء في خلال 10 اسماء اخلي ماشيها 10 اسماء. 10 في نابي كيتا، في تياجو الكانتارا، نابي كيتا في تياجو الكانتارا، يعني تمام تمام تمام، ما عنديش مشكله في ده، بس هي برضو بتتكلم على في حقبه 8 سنين او في فتره 8 سنين 10 اسماء اتصرف فيهم فلوس كتير قوي، غير انه نادي مانشستر سيتي تم الاستحواذ عليه سنه 2008 مقابل 210 مليون، استحوذ على 90% فقط، وبعدين اضاف فلوس اضافيه عشان يستحوذ على ال 10% المتبقين. طيب ما تيجي في عجاله كده نتكلم على ان الموسم الاول بعد الاستحواذ انفق 77 مليون، الموسم الاخير قبل الاستحواذ انفق 77 مليون يورو. الموسم الاول بعد الاستحواذ الدبل 157
157 مليون يورو، وبدأنا نشوف أسامي زي مثلا نايجل ديونج، زي روبينيو من ريال مدريد، زي كريك بيلامي اللي كان ساعتها نجم طبعًا. كبير، شون رايت فيليبس، واين بريدج، فينسنت كومباني. طب الموسم اللي بعده على طول نتكلم على 147 مليون، جاب فيهم كارلوس تيفيز، أديبايور، لاسكوت، جارث باري، كولوتوري، باتريك فييرا. دي كلها كانت التحضيرات أول سيزن 2010-2011 اللي حصل فيه على لقب الدوري، أو ده كان اللي بعد كده على طول هيحصل فيه على لقب الدوري. جاب، تخيل احنا كنا بنتكلم على ليفربول، جاب 10 صفقات في 8 سنين في عجالة جداً. 10-11 جاب جيكو، يايا توري، بالوتالي، ديفيد سيلفا، كولاروف، ميلنر، جيرومي بواتينج. الموسم اللي بعده على طول تحسب ميلنر نجم علينا ساعتها كان نجم. لا لا لا، ساعتها كان نجم. ديفيد سيلفا ساعتها كان نجم. ماشي. 11-12 السيزن اللي خدوا فيه الدوري بعد اربع سنين من الاستحواذ. طب وصلت النقطة اللي مش قادر اكمل ميركاتو. لا لا، انا مش هكمل كله. انا بتكلم على اول بطوله هو اجويرو. انا بتكلم على اول بطوله حصدوها بعد الاستحواذ، كان بعد اربع سنين، موسم 11-12 انفقوا فيه 91 مليون يورو. كانوا اجويرو، سمير النصري، جايل كليتشي، اوين هارجريفز. ده ليه؟ لان احنا هم وصلوا هنا اربع صفقات بس جابوا لنا الدوري، بس ده عشان كان عندنا اربع سنوات سابقه بنصرف 147 و157. فاهم قصدي؟ فلا، ما اقدرش احط مانشستر يعني سيتي مع ليفربول. هاجي لك في مقارنه، هاجي لك في مقارنه اصعب شويه، بس هروح لفاروق الاول. طب ما انا اقدر اقيس على نفس الكلام اللي بيتكلم عليه، قدره على الاستثمار وقدره على الانفاق، فبرضه هفضل في مانشستر، بس المره دي اروح لليونايتد. هم صرفوا يعني فلوس متلتله، صرفوا كتير جدا، واستخدموا على مستوى الاجهزه الفنيه، على مستوى اللاعبين اعلى نجوم في العالم، ورغم كده ما قدروش ان هم يوصلوا مثلا لتتويجات او يحققوا لقب تشامبيونز ليج او يحققوا لقب بريمير ليج، رغم برضو انها تنطبق على نفس المعايير انجاز التعبير. فايه الفرق هنا، وازاي بنفصل، او ازاي نقدر نحدد اذا كانت تجربه ناجحه او لانها في النهايه مش مرتبطه بالقدرات الماليه فقط؟ هسمع اجابتك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. واحنا بنناقش مع بعض دلوقتي في اقتراحات تطوير رياضه كره القدم. ولغينا الاوفسايد وكبرنا الملعب ولعبنا العواد من رجله. لا والله، كنت بتكلم معاهم في حاجه مهمه جدا، انه لو انتهت ماتشات في بالتعادل هنا في الدوري نلعب بينالتي كيكس، او نلعب ضربات جزاء، الفريق الكسبان ياخد مثلا نقطتين والفريق الخسران ما ياخدش حاجه، عشان نلغي فكره الدفاع على النقطه دي. يعني لازم يبقى لها حل زي ما كان بيحصل في حاجات تانية، او ابتكار فكره تانية، او الفرق الدفاعيه اللي ما بيبقاش فيه تصويبات على المرمى مثلا لمده 45 دقيقه او 50 دقيقه في خلال المباراه، ينزل منها نقط تتعاقب بغيابات معينه او عقوبات ماديه. الموضوع ده برضو ممكن يزود الكره الهجوميه، فكره انك بس تخلق حاجات تشجع الكره الهجوميه. انا كنت لسه عايز اقول على ده، الاتحاد الاوروبي لكره اليد غير قانون البينالتيز في حاله التعادل لهجمات مرتده، انه الجون بيلعبوا خمسه وخمسه، خمس شوطات وخمس شوطات، بس مش من السبوت، لا هو بياخد الكرة من نص ملعبه ويطلع يجري كانه رايح بهجمه مرتده ويشوط، والجون يحاول يصد بس يشوط من بره التسعه. فاست بريك. طب اخر حاجه، موضوع الانفرادات اللي كان بيتطبق في الدوري الامريكي بدل ضربات الجزاء، اللاعب كان بيروح بالكره من نص الملعب انفراد على الحارس وجها لوجه، انا شايفها امتع بصراحه من ضربات الجزاء. هو في افكار كتير، بس اللي عايز يعمل حاجه بقى نعمل فقره في مره ازاي نطور صحيح الكرة. كنا عايزين نلغي قانون الاوفسايد، نكبر الملعب ونخلي الاوت بتلعب بالرجل مش بال، ونجيب لعيب زياده طيب خلينا نروح لواحد من ضيوفنا النهارده في السادسه، هيكون معانا انطونيو اوليفيرا، ده مدرب حراس مرمى نادي ليل. ونادي ليل الحقيقه تجربه مهمه جدا جدا جدا، مش بس عشان قدر يكسب الدوري على حساب البي اس جي في عز قوته، لكن الحقيقه كمان عشان ليه تجربه. واحنا كنا لسه بنتكلم على الاستثمار دلوقتي، لك ان تتخيل، ودي معلومه فاجئتني انا شخصيا، ان نادي ليل هو اكتر نادي على مستوى اوروبا حقق ارباح من عمليات بيع وشراء اللعيبه في العشر او الثمان سنوات الاخيره، من 2013 تحديدا لغايه يومنا هذا، بنتكلم على 300 مليون يورو. طيب خلينا نستقبل انطونيو فيريرا، مدرب حراس مرمى فريق ليل، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معانا في السادسه، واهلا بيك في قناه النادي الاهلي. It's one pleasure for me to speak with you. شكرا جزيلا. انا مسرور جدا لاشارك معكم للمره الثانيه. انا مسرور جدا لدعوتكم لي للمشاركه على قناه الاهلي، لاعبر عن ارائي
وأبدي أي آراء خاصة بكرة القدم في الوقت الحالي. أنا هبدأ معك بملف حراسة المرمى ومن خلال متابعتك للدوري الفرنسي بشكل خاص والدوريات الخمسة الكبرى بشكل عام، مين أكتر حراس لفتوا نظرك، وهل في أسماء كانت متوهجة أو متألقة في المواسم الأخيرة ابتعدت عن الأضواء وظهرت بدلها أسماء جديدة؟ أهم الأسماء من وجهة نظر أنطونيو فيريرا. With the best goalkeeper. Yes. Sorry, I don't hear you. هل أعيد السؤال مرة ثانية؟ لدينا حراس مميزين حول العالم الآن في الدوريات الأوروبية وليس فقط في الدوريات الخمسة الكبرى. بالطبع لدينا في إنجلترا لدينا إيدرسون، لدينا أليسون، لدينا بيكفورد، لدينا حراس مميزين. والأمر ينطبق كذلك على باقي الدوريات الأوروبية. بالطبع لدينا حراس مرمى رائعين، ولكن في الدوريات الخمسة الكبرى لدينا دوناروما الآن في فرنسا، واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. هو حارس مرمى شاب ويؤدي مستويات عالية هذا الموسم، وبالطبع يستطيع أن يلعب في أكبر الأندية في أوروبا. أعتقد أن دوناروما من أفضل حراس المرمى هذا الموسم. وأعتقد حينما رأيت مستواه عن قرب فرنسا استطيع أن أقول أنه حارس مميز. ولكن لدينا أيضا في إسبانيا لدينا تيبو كورتوا، هو رقم واحد في العالم هذا الموسم. هو أظهر كفاءة عالية، هو استطاع أن يصل بفريقه إلى البطولات. أعتقد لا أستطيع أن أصنف رقم واحد ورقم اثنين، ولكن تيبو كورتوا الآن حينما تفوز أثبت جدارته. حينما تفوز ببطولة فبالطبع تكون مرشحة لتكون أفضل حارس وتكون الأفضل في العالم. ولكن بالنسبة لي لدي خمس أو ست حراس أستطيع أن أقول أن وسط هؤلاء الحراس منهم من يكون رقم واحد. بالطبع لدينا كورتوا لم يكن بهذا المستوى من قبل، كورتوا الآن يقدم مستويات مميزة. الفريق الآن يعتمد عليه اعتمادا كليا، يحتاج ليستمر لعام أو عامين مرة أخرى ليثبت جدارته عاما بعد الآخر. ولدينا أيضا حراس جيدين في بطولات أخرى، ولكن طيب خلينا نروح للبطولات الأخرى تحديدا وأسألك على بدايات دور المجموعات في الشامبيونز ليج. مين الحارس اللي لفت نظرك، حارس الموهبة الصاعدة أو المفاجأة أو حصان أسود من وجهة نظرك؟ مين أكتر حارس صاعد لفت نظر أنطونيو فيريرا؟ نعم، سؤال صعب. أعتقد أن الآن حارس مرمى بورتو، لدينا ديوغو حارس مرمى بورتو يقدم مستويات. هو حارس شاب ويقدم، هو موهبة برتغالية كبيرة، يقدم أداء مذهلا هذا الموسم. أنا أحبه كثيرا. أعتقد أن هذا الموسم مهم جدا بالنسبة له. هو موسم مهم في رحلتي، سيكون موسم يحدد مصيره بالانتقال لنادي كبير. انا احبه على المستوى الشخصي، واعتقد انه سيكون من افضل حراس العالم في وقت ما. وايضا انا عملت معه من قبل، ولدينا أيضا أناتولي، أنا عملت معه أيضا. أعتقد أن الآن الموقف بالنسبة لحراس المرمى في حارس مرمى شختار أناتولي هو الموقف صعب له، ولكن الحارس هو حارس مميز، هو واحد من أفضل الحراس. أنا دربته بنفسي، أعتقد أن في المستقبل سيكون واحد من الأفضل كذلك في على مستوى العالم. ولدينا الكثير من الحراس المميزين، لا أستطيع أن أقول أنهم الأفضل الآن في العالم، ولكن في المستقبل هؤلاء الحراس سينتقلون لأفضل الفرق ويفوزون بأكبر البطولات حول العالم. أناتولي وأيضا ديوغو سينتقلون بالطبع. سؤال بخصوص Let us ask you تمام، إحنا بس عندنا سؤال بخصوص مايك ماينان تحديدا، بطل الدوري الفرنسي مع ليل، بطل الدوري الإيطالي مع أسي ميلان،
من ابرز المرشحين للانضمام او ان هو يبقى الحارس رقم واحد في منتخب فرنسا. من وجهه نظره كمدرب، وهو كان المدرب بتاع مايك ماينان وهو سبب في التطور الكبير في مستواه اللي وصل ليه ده، وهو بالنسبه لي ثاني احسن حارس مرمى في العالم بعد تيبو كورتوا. طيب ايه الادد فاليو اللي مايك ماينان اضافها لاس ميلان ما كانش دوناروما بيعملها؟ أعتقد أن لافونتي هو حارس مرمى مميز، وأعتقد أنه موهبة كبيرة. أعتقد أنه انتقل منذ عدة سنوات، أعتقد أنه يقدم من حينها يقدم مستويات رائعة. هو يتميز بأنه حارس شاب يستطيع التأقلم مع طرق اللعب المختلفة. يقدم لديه مهارة مختلفة عن باقي حراس المرمى. المدارس تختلف بالطبع، هو من مدرسة مختلفة عما يقدمه دوناروما. أعتقد أنه هذا الموسم بدأ بداية جيدة، هو موسم رائع بالنسبة له. الأمر لن يتوقف كذلك، ولكن لن يتوقف على ذلك، ولكنه سيكون من أفضل حراس المرمى في العالم، لم يكن واحدا من أفضل خمس حراس في العالم. بالطبع وهو كان مرشحا لحراسة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. هو لننتظر ونرى ماذا سيفعل هذا الموسم، ونرى خطواته القادمة إذا كان لديه القدرة على لعب في الأندية الكبيرة في المستقبل. ولكن من الممكن أن نراه، كما قلت هو حارس مرمى شاب ولديه المهارة ولديه الأداء الجيد كذلك ولديه الثبات في الملعب، فهو حارس مرمى شاب. بنشوف دلوقتي في سؤال بخصوص الأساليب التقنية الحديثة في مجال التدريب عموما، وادخلها مجال تدريب حراس المرمى. بنشوف يان زومر وظهوره مرتدي نظارات سوداء، بتقول ان هي بتزود رد الفعل بالنسبة للحارس. فايه هي الأساليب التكنولوجية الحديثة اللي هو شخصيا دخلها في تدريبات نادي ليل، وهي احدث الأساليب اللي ظهرت تكنولوجية في مجال حراس المرمى او تدريب حراس المرمى؟ This is when we use glasses, not for we use. هذه النظارات التي ذكرت. Give new techniques for the. هي لا تعطي لا تمد الحارس بالمزيد من المهارات والتقنيات. ربما تكون مفيدة أحياناً. لا أحب استخدام الكثير من الأشياء في التدريب، من الأشياء. أعتقد أن ممارسة كرة القدم تعتمد على كرة القدم والتدريب على أرض الملعب. بالطبع هذه النظارات وهذه الإمكانيات الحديثة مفيدة، ولكن لا أعتقد. أنا أعتمد أكثر على المانيكينز، وأعتقد أعتمد أكثر على الأساليب التي أستخدمها في الملعب بشكل طبيعي كما تعلمت. ولكن هذه النظارات هي مفيدة، ولكن لا أعتقد أن هذه ليست أهم شيء في 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 تدريب حراس المرمى على في الأساليب الحديثة. ولكن إذا كان لديك الحارس وتدربه على ردة الفعل بشكل قوي وسرعة رد الفعل، هذا هو الأهم. ولكن أحيانا نحتاج إلى بعض التقنيات، ولكن الأهم هو ممارسة التمارين بشكل مستمر وبشكل اعتيادي في كرة القدم الحديثة، في الرياضة الحديثة. هذا هو الأهم في وجهة نظري. طيب خليني أسألك سؤال أخير ومرتبط أكتر بالكرة البرتغالية، ورايح أكتر لكأس العالم اللي خلاص بيفصلنا عن بدايته أيام. يمكن القاعدة يعني في كرة القدم علمتنا أنه ما فيش فريق بطل بدون حارس مرمى بطل، وشفنا أمثلة على ده سواء مع أندية أو منتخبات كتير جدا. هل بتشوف أنه حراسة المرمى في المنتخب البرتغالي في أحسن مستوياته، وهل حراسة المرمى أو مستوى حراس المرمى البرتغاليين يقدر يساعد منتخب البرتغال على أنه هو يروح لبعيد أو ينافس على لقب كأس العالم ولا لا؟ أعتقد أن في هذه اللحظة لدينا حراس مرمى جيدين. فزنا بأمم أوروبا في عام 2016. لدينا باتريسيو، لدينا هو في فورمة جيدة جدا. أعتقد أيضا أن كوستا، لدينا ديوغو، لدينا باتريسيو، لدينا ديسا، لدينا حراس مرمى جيدين على
على مستوى جميع الأندية الأوروبية يلعبون في فرنسا ويلعبون في إنجلترا، وأيضا لدينا حارس مرمى أولمبيك ليون، لدينا حراس مرمى جيدين جدا جدا. ولكن بالنسبة للسؤال، أعتقد أن إذا كان لديك فريقا رائعا كما قلت وليس لديك حارسا رائعا، بالطبع أتفق معك، لن تستطيع أن تذهب بعيدا في البطولة. إذا كان لديك فريقا عاديا ولديك حارس مرمى مميز، لا ستذهب بعيدا بهذا. أعتقد أنه بالفعل أتفق معك، لدينا حراس مرمى جيدين يستطيع أن يساعد البرتغال على المنافسة. هم يعطون الثقة للاعبين ويعطون الثقة للمدير الفني. هم يلعبون حينما يلعب حارس المرمى بفاعلية فيساعد باقي الفريق. إذا كان والآن لدينا حراس مرمى مميزين، ولذلك نقدم أداءات جيدة بفضل حراس المرمى. لا نستطيع أن نقدم هذا إذا لم يكن لدينا حارس مرمى جيد. في البرتغال لدينا الآن ثلاثة حراس مميزين جدا. أحيانا لدينا حراس لا يرشحون للفريق للمنتخب القومي، ولكن هذا بسبب جودة حراس مرمى المنتخب البرتغال. أعتقد أن لدينا الآن أربع أو خمس حراس مرمى في البرتغال مرشحون ليكونوا كذلك في منتخب البرتغال. أعتقد أن في فترة التحضير الماضية كان لدينا الفرصة لنرى أن الأفضل هو باتريسيو لحراسة منتخب لحراس مرمى منتخب البرتغال. وبالطبع كوستا أيضا هو حارس مميز وأدى أداءات جيدة في الفترة الماضية. أستطيع أن أقول أنه مرشح أيضا لقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم. طبعا أنطونيو فيريرا مدرب حراس مرمى نادي ليل الفرنسي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. كل التوفيق لفريق ليل، واحد من الفرق الحقيقة الكبيرة في فرنسا، والحقيقة يمكن على مستوى الكرة والفنيات أثبت قاعدة مهمة جدا، أو حقق قاعدة مهمة جدا، أن الكرة مش فلوس بس، كرة إدارة، كرة رؤية، كرة تخطيط. وقدر ينجح في أنه ينتزع لقب الدوري الفرنسي من نادي بي اس جي بالجالاكتيكوس اللي بيضمه طبعا منتخب العالم كل النجوم دول. وكل التوفيق طبعا للكرة البرتغالية ومنتخب البرتغال في كأس العالم. شكرا جزيلا ليك. قبل الفاصل كنت بكلم مع فاروق وسألتك سؤال، فاكره؟ نسينا. طيب يعني خليني بس الحقيقة، يمكن واحنا بنتكلم عن الكرة الفرنسية، انت كان ليك مقارنة لطيفة جدا برضو في نفس الفاصل ده، كنت بتقارن بين الوضع بين بي اس جي وبين سانت إتيان قبل دخول الاستثمار وبعد دخول الاستثمار، واحنا يمكن هنشوف كمان ونستعرض ارقام بي اس جي. الفوارق واضحه ومش محتاجه اي تبرير او اي توضيح، لان باريس سان جيرمان هيمنته حاليا على الكره الاوروبيه والكره الفرنسيه ظهرت مؤخرا او من 2012 بدايه الاستحواذ القطري. كان قبلها باريس سان جيرمان معاه 2 دوري فرنسي 86 و94 مقابل الزعيم نادي سانت إتيان في فرنسا، كان معه 10 دوري ومتربع على القمة بفرق كبير جدا عن أقرب الملاحقين حاليا. سانت إتيان في الدرجة الثانية، هبوط سانت إتيان بسبب عدم الاستثمار في فريق كبير في فرنسا، لكن هو مش فريق العاصمة، الاستثمار القطري راح لكنه فريق بطل، فريق بطل، لكن هو الاستثمار في عاصمة زي باريس، واحدة من أفضل العواصم أو أكبر العواصم في أوروبا، كان مهم جدا بالنسبة للصندوق الاستثمار القطري، وهو اللي حقق الإنجازات دي كلها. شايفين من 2 دوري ل10 دوري، وحاليا باريس سان جيرمان متساوي مع سانت إتيان على قمة الأندية المتوجة في بالألقاب الدوري في فرنسا. فواضح جدا لا، وطموح البي اس جي النهارده ما بقاش الدوري الفرنسي، طموحه دوري أبطال، يتأهل دوري أبطال أوروبا. يعني فكرة إنه وفريق بقى بيدور على دوري أبطال أوروبا، وفريق بقى بيدور على انه يرجع بس دوري الليج ان. وبرده حاليا في ده مش تغير في الخريطه يا روكا، لا ده انهيار للخريطه. وبعدين مش بس الدوريات الكبرى، هو دلوقتي حاليا الاستثمار ما بقاش بس في الانديه الكبرى، هو حاليا النادي المالك ممكن يستثمر في نادي في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، ومعاه مجموعه انديه حوالين العالم. موجود حاليا اكتر من منظومه ناجحه جدا على مستوى العالم، منها منظومه مانشستر سيتي وسالزبورغ ومنظومه ريد بول سالزبورغ. موجود لو سالزبورغ، لو رجينا سالزبورغ ولايبزيج، لو الارقام سالزبورغ هو محقق 13 دوري بعد الاستثمار، بعد الاستثمار. وليه نادي في امريكا برضه، في امريكا وفي المانيا لايبزيج، وفي نادي في المانيا. احنا ما احمد قال لايبزيج، فانا بقوله لسه بالظبط. ومانشستر سيتي ومجموعه صندوق الاستثمار الاماراتي سبعة انديه، وحتى كان في انديه في مصر ان هو ممكن يستحوذ على نادي بيراميدز، ودي فكره يعني موجوده. لو تشجع الاستثمار في مصر هيبقى فيها فكره، لو استحوذ عليها
الصندوق المالك لمانشستر سيتي ونادي نيويورك وانديه كبيره حول العالم. فالاستثمار عموما مش غير بس الخريطه في اوروبا، لا هو غير الخريطه في العالم كله، لان صحيح. في استثمارات في الدوري البرازيلي، في استثمارات في الدوري الارجنتيني صاعده وبقوه، ممكن تاثر على انديه جماهيريه كبيره في الدوريات. هديكوا التركيه بتاعت احنا محتاجين ايه عشان نشد استثمارات زي دي، او الدوري عندنا والانديه المصريه ممكن تبقى محتاجه ايه عشان تشد استثمارات من النوع ده. بس خلينا نروح لخالد، انه ممكن ده يتفهم على اساس انه النهارده بقى النجاح وتحقيق البطولات والالقاب والارقام بقى مرتبط بفكره وجود استثمار، وده مش حقيقي، لانه من وجهه نظري يعني، لانه في تجارب كمان الضخ فيها استثمارات وما قدرتش تنجح بشكل كبير جدا. باريس سان جيرمان نفسه نجح في الدوري الفرنسي، بس مع نجاحه في الدوري الفرنسي في فرقه زي ليل، زي ما كان لسه رؤى بيقول، نجح في الحصول على الدوري الفرنسي مرتين في 10 سنين من باريس سان جيرمان. ليل نفسه بقى مطمع لكل الانديه اللي موجوده بالفيجن والرؤيه بتاعتهم والتطوير وكل الحاجات اللي انت كنت بتقولها، فبدأ يبيع كتير، فبدأ يستثمر الفلوس دي مش عن طريق ضخ 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 ضخ، ولكن عن طريق فيجن. فبيبيع إيكوني وبيبيع مايك موينان وبيبيع ريناتو سانشيز، بيبيع عدد من نجومه وبيطلع غيرهم وهكذا. الفلوس في الكورة مش كل حاجة. طب ما باريس سان جيرمان مع الجلاكتيكوس ده كله فشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه هيظل يفشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا السنة دي كمان لحد أنا متهيأ لي. بص هو جزء منه توقع، بس في حاجات كتير اتغيرت، مش قصه جالتيه، يبدو انه كمان الـ الاسماء بقت يعني بقت اكثر تواضعا، اكثر تواضعا واكثر رغبه في تحقيق شيء. يعني خد بالك ميسي مش رايح يلعب عشان الفلوس، ونيمار مش ممكن يفضل يلعب وكل سنه بيخسر تشامبيونز ليج وما يحققش اللقب، ومبابي خلاص اتعشت بالنسبه له وتمام، فيهمه انه يحقق لقب. فيعني ميسي ما اعتقدش ان هو همه دلوقتي مع باريس سان جيرمان بنسبه كبيره، لانه حتى في انترفيو شخصي معاه وقالوا له مشاركتك ولعبك والدقايق بتاع، قال لك انا مش شاغلني خالص كل الكلام ده، بالعكس انا عايز اريح اكتر فتره ممكنه عشان ابقى جاهز لكاس العالم. هو مش شغله خالص باريس سان جيرمان، ومش شغله خالص حتى دوري الابطال، ده توقع شخصي مش معلومه مؤكده، مش شغله حتى دوري الابطال. هو خد دوري الابطال كتير مع برشلونه وخد بالون دور كتير، الفكره عنده انا عايز كاس عالم. امبابي بقى نجم فوق العاده، فمبقاش شغله بقى لا برفورمنس ولا بتاع، هو عايز الكاشات الموني، هات لي الموني يا باشا انا تمام. نيمار اعتقد الوحيد اللي ممكن، وده اللي قال عليه جالتييه في تصريحاته، انه نيمار هو رمانة الميزان بتاع الفرقه، بقى بيعمل ادوار دفاعيه مميزه وبيعمل ادوار هجوميه مميزه. فنيمار هو اللي ممكن اتفق معاك في فكره انه كده. طيب تاكيدا برضو لنقطه ان الاداره اهم من الاستثمار، او هي بتكمل الاستثمار. باريس سان جيرمان ورغم النجاحات المحليه هو اقل ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي، عين مين مكانه؟ لويس كامبوس، ده مدير رياضي برتغالي كان سبق ليه العمل مع مورينيو وشغال دلوقتي مستشار في نادي باريس سان جيرمان، لان هم كانوا غير راضيين عن عمل ليوناردو، رغم الانفاق ورغم ان هم زي ما بيقولوا وفروا له لبن العصفور، واي لاعب هو عايزه على مستوى العالم هيجيبوه له. نفس الكلام حاليا في انديه زي تشيلسي ومانشستر يونايتد، لما لقوا ان الاستثمار موجود فلوس بس مش موجود نجاحات رياضيه، فيعملوا ايه؟ يجيبوا اداره ناجحه. والله بالظبط، انا 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 في حلقه يعني هنحضرها ان شاء الله مع بعض مرتبطه بالتايتل ده، تايتل المدير الرياضي، ده مهم جدا، اهم تايتل. طبعا المهام الادوات الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي، الدور اللي بيقوم بيه، والتجارب اللي ناجحه، لانه كمان حتى الجزئيه دي واضح ان فيها احتراف. يعني بنشوف لعيب زي نادفيد في اليوفي، بنشوف ليوناردو برازيلي في ومن بعده برتغالي، يعني بقت قصتها يمكن على نفس الدرجه من الاهميه زي بالظبط فكره المدير الفني. ولما المدير نعمل الفني الحلقه دي اوعدك اجيب لك، انا كنت عامل مقابله مع واحد من انجح المديرين الرياضيين في اوروبا، هو مونشي مدير الرياضي النادي اشبيليه، ومعايا تفاصيل هو بيشتغل ازاي في النادي ويطلع اللعيبه الكبيره. نعمل حلقه نروح للتشامبيونز ليج بقى عشان وقتنا. يلا، كان في حاجه مفاجاه بالنسبه لكم خالد امبارح، نتائج نابولي. نابولي بقى 6 على اياكس في ارض، في ارض اياكس كانت تقيله قوي، تقيله قوي قوي. نابولي شديد قوي السنه دي، هي ماشيه معاه كده ولا ايه؟ هو نابولي مميز جدا، ولا بتاع دور مجموعات وشكرا لا لا لا، حتى في دور ايطالي، ما هو متصدر دور ايطالي. هي الفكره لوتشانو سبالاتي رهيب مش طبيعي جدا، ثلاثي خط الوسط انجويسا لوبوتكا زيلينسكي،
آه. وسيمين ما بيلعبش امبارح يا خال، شفنا امبارح اوزيمين ما بيلعبش ورغم كده ستة في امستردام امبارح بيلعب راسبادوري. يا جماعه الستات مالها كترك كده دي بتاعتنا احنا بس ولا ايه؟ امبارح بيلعب راسبادوري، اوزيمين ما بيلعبش، بيلعب براسبادوري مهاجم وهمي جنب خافيتشا ولوزانو. خافيتشا نجم بلا منازع، يعني نجم نابولي الاول الموسم الحالي. الراجل ده شكله السنه دي مش يعني بعد السنه دي مش قاعد صح؟ لا لا ما اعتقدش ان هو قاعد في نابولي كتير ولا حتى يعني ممكن يمشي في يناير حتى، انت فاهم قصدي؟ خافيتشا مش طبيعي، كفارتسخيليا على تاكيدا على النقطه بتاعه اوزيمين. راسبادوري بيلعب مهاجم وهمي، كم التحركات راسبادوري امبارح التقييم بتاعه 9.3 قليل قوي لما اشوف لعيب شاب 9.3 ولعيب حتى مش من التوب تالنتس اللي موجوده في العالم، مش لعيب شاب زي بيلينغهام زي امبابي، لا هو لعيب شاب عادي راسبادوري. يعني بيطلع راسبادوري بينزل جيوفاني سيميوني بيدخل هدف بيسجل هدف. لا نابولي مش طبيعي. نابولي اللي كويس ولا اياكس اللي انهار؟ لا نابولي اللي كويس، واياكس بس حب يعمل فزلكه تكتيكيه كده، كنا بنشوف اخطاء كثيره في بناء اللعب والتحضير. لكن لو هنتكلم عن مفاجآت فكلوب بروك بيكسب إيه اتلتيكو مدريد، بيكسب بس ده متصدر، ده 9 بوند الانديه القليله في البطوله. اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد من الانديه القليله في البطوله اللي قدر يحقق التسع العلامه الكامله مع بايرن ميونخ اعتقد، وريال مدريد النهارده لو كسب هيحقق العلامه الكامله. طب ما تيجي نشوف الترتيب كده عامل ازاي، لانه في حاجات كتير جدا اتلخبطت. يعني نشوف مع بعض الترتيب كده المجموعات بعد جوله امبارح وقبل جوله النهارده. طبعا نابولي، نابولي 9، نابولي ليفربول اياكس وجلاسكو رينجرز. نابولي اعتقد ترتيب منطقي خلاص، ترتيب منطقي هيخلص، بس ليفربول باك اون تراك زي ما بيقول بالظبط يعني صحح اوضاعه بالفوز امبارح على رينجرز 2-0، وده دليل ان الدوري الانجليزي حاليا صعب جدا لان نتائج ليفربول في اوروبا جيده ونتائجه في الدوري الانجليزي فيها تذبذب واضح. صحيح، مجموعه قويه جدا بصراحه. المجموعه الثانيه عندنا بروك في الصداره، ده اللي انتوا كنتوا الاثنين مستبعدين ودايسين عليه وقلتوا ده مفاجاه كبيره في البطوله. وبعد كده لا، واللي وراه مين بقى يا جماعه؟ ليفركوزن، بورتو، اتلتيكو مدريد، كلهم بعاد. هو 9 نقط مجموعه فيها ليفربول، هو كلوب بروك ضمن اتلتيكو مدريد. هنرشح كلوب بروك، بورتو ضمن التاول محتاج نقطه، بورتو بطل ثلاث مباريات، بورتو بطل، اتلتيكو مدريد لا بس بطل يعني دوري اسباني بالظبط، وكان وصل فاينل تشامبيونز ليج، ليفركوزن نادي وليفركوزن برضو ليفركوزن محتاج نقطه من ثلاث مباريات، وصل النهائي برضو تشامبيونز ليج. فانت بتتكلم انه خلاص كلوب بروك واتخانقوا انتوا مع بعض كبير. المجموعه دي هي اكتر مجموعه مفاجاه في مين هيوصل مع بروك، ولا بروك ممكن يطلع؟ لا هو محتاج نقطه من ثلاث ماتشات، ممكن يتغلب الثلاثه، صعب جدا، ممكن يتغلب الثلاثه صعب جدا. السيزون اللي قبل اللي فات اتلانتا اتغلب اول ثلاث ماتشات، ناقص له ماتش تعادل ويطلع بره، كسب هو متهيألي كلوب بروج لعب ماتشين بره ارضه وماتش واحد في ارضه، يعني بعد كده فاضل له ماتشين في ارضه مش عارف بس صعب يعني. طيب كده نروح للمجموعه الثالثه، لكن بروج اقرب انه يتاهل ومعاه ثلاثه واحد من الثلاثه الثانيين. عندنا بعد كده المجموعه الثالثه بايرن ميونخ، بايرن ميونخ 9، انتر 6، برشلونه 3، وفيكتوريا بيلزن طبعا خلاص باي باي. لا ما تمام، برشلونه امبارح اتظلم بالمناسبه، مش شايفه اتظلم، شايف الانتر الفار ما ظلمش في الهدف بتاع بدري بتاع الهدف الهدف لا مش الهدف بدري، نقول لمسه لمسه اليد على انسوفاتي لمسه اليد على دومفريس اللي كانت ممكن تبقى بينالتي صراحه، يعني لمسه اليد واضحه على دومفريس، جت في ايد دومفريس بس هو اعتبرها مش مقصوده، دي بينالتي واضح وحتى تشافي اتكلم ان هو دي واضحه لاي حد، ما خدتش بالي منها دي. لا في اخر المباراه دومفريس يعني في الجديات اتظلم ولا ما اتظلمش؟ لا ما اقدرش اقول الظلم لان الانتر برضو اتحسب، كان هيتحسب له ضربه جزاء اوف سايد، بس الاوف سايد بقى اللي هو التكنولوجي بقى اللي على شعر، لو شعر لو تارو مارتينيز كان هايش شويه هايش فهو اتحسب اوف سايد فليها برضو. لا بس هي اوف سايد يا روح، اوف سايد يعني قانونا اوف سايد، لكن في الدوري الانجليزي دلوقتي حاليا ما بتتحسبش اوف سايد فعلا. طيب نروح للمجموعه الرابعه، عندنا طبعا مارسيليا كسب اخر سبورتنج لشبونه وصعب وعاد لا بس المجموعه دي لسه بدري عليها، لسه بدري عليها. انا قلت لخالد الاسبوع اللي فات ان مارسيليا راجع في سبورتنج لشبونه، سبورتنج لشبونه 6 مركز اول، توتنهام 4 وفرانكفورت 4 وفي الاخر مارسيليا 3. مجموعه صعبه جدا جدا، بس مارسيليا على فكره فرقه محترمه جدا ولعبت امبارح جيم كبير وكسبت 4
سانشيز يعني ملاقي نفسه. فاكر سانشيز لما كان راح ساب البارسا وراح الارسنال فتوهج كده. امين حارس لا فرقه كويسه وجايه في دوري الابطال بعد اقاله سان باولي يعني. طيب نشوف نتكلم على ماتشات النهارده شويه يلا ونشوف انتوا مستنيين ايه وهتتفرجوا طيب على ايه. استاذ انا حاجه انا لو سمحتوا عشان يلا انت عندك تشيلسي النهارده يا معلم. انا عايز استاذن قبل ما يفتح اللي جنبي ده والله. يلا ورونا ماتشات النهارده. لسه بقول لك هيقعد يقول لي جرام بريت بوتر اهو. ورونا ماتشات النهارده. بص هو ماتش النهارده بس مبروك عليك يا فاروق. ماتش النهارده محسوم لتشيلسي. لا مش محسوم ولا حاجه. ماتش فيرو ولا سانفورد بريدج. بس برضو ميلان بطل 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 ايطاليا حتى لو الغيابات كتير حبتين ثلاثه اربعه بس برضو يعني هيقدر يقدم ند يكون ند. احنا طبعا الماتشين اللي هم مش جماهيريين قوي او مش قويين قوي يتلعبوا بدري شويه. سالزبورغ في مواجهه دينامو زغرب ولايبزيج في مواجهه سلتك. بعد كده بقى ضرب النار بالليل اولها كده بسم الله الرحمن الرحيم تشيلسي في مواجهه الميلان ودي يمكن يكون اقوى كلاش النهارده في الماتشات. عندنا بعد كده ريال مدريد في مواجهه شختار مواجهه بقت كلاسيكيه في دوري الابطال. وبعد كده عندنا السيتي طبعا في نزهه امام كوبنهاجن الدنماركي. هالاند هيجيب كام جول؟ هتلاقي في الاتحاد النهارده في حفله. النهارده في حفله. مازينجر بيسخن من دلوقتي يعني او مازينجر بيسخن كابتن ماجد زي ما بيسموه. عندنا سيبيا بعد كده او اشبيليه في مواجهه بروسيا دورتموند مباراه ممكن يبقى فيها كوره حلوه. اليوفي في مواجهه بطل الكيان المحتل وبنفيكا البرتغالي في مواجهه باريس سان جيرمان. اعتقد برده مباراه يعني فيها بنفيكا باريس لا ما يعني ما تهيأليش ما تتهيألكش ما تهيأليش. انا اعتقد ان الماتشات اللي ممكن تبقى حلوه انت بتتكلم اشبيليه دورتموند ده ماتش هيبقى لطيف جدا. ماتش ماتش اليوفي قمه المتعه. انت بتتفرج على تشيلسي قمه المتعه والاسماء. انت بتتفرج على تشيلسي والميلان النهارده هتغمض عينيك ولا ايه؟ لا انا طبعا هتفرج على تشيلسي والميلان بس انا هتفرج باعصاب بارده جدا لان انا عارف ان احنا هنخسر. بص في خمس غيابات مؤثرين جدا حتى لو ما كانوش الكواليتي بتاعهم عالي اللي هم تحديدا سالي مايكرس وجونيور مسياس الوينج رايت الاثنين وينج رايت في الميلان بس بيقوموا بادوار دفاعيه مهمه. في غياب دافيدي كالابريا اللي هو الباك رايت فانت الجبهه اليمين عندك كلها بايظه تماما. في غياب مايك ماينان الحارس الاساسي للفريق والاعتماد على تاتا روتشانو. تاتا روتشانو ده مش جون اصلا هو تقريبا كان قاعد على القهوه قالوا له تعالى اتفضل خش معانا في جون. وغياب عايزين جون يا جماعه عايزين جون حد يقف جون كابتن تقف جون. وغياب ثيو هرنانديز. ثيو هرنانديز مشكله غيابه انها برضو بتعطل الجبهه الشمال في وجود هو وفي وجوده هو ورافائيل لياو جبهه الشمال بتاعه اس ميلان. انا اعتقد توقعي الشخصي او اعتقادي الشخصي ان هي اقوى جبهه موجوده في اوروبا حاليا. ثيو هرنانديز رافائيل لياو لما حد فيهم بينقص الجبهه كلها بتعطل عشان الانسجام ما بيبقاش موجود مع اللي هيحل بديلا عنه. الناحيه الثانيه مفيش استقرار فني لان بوتر لسه منضم حديثا ولكن في خبرات كبيره للاعبين في لاعبين شباب. اي جهاز فني جديد جاي في فتره بعد تراجع مستوى وتراجع نتائج بيبقى حلاوه البدايات طبعا بيبقى جداً. عايز يقول انا اهو انا جداً. جيت في تغيير في فرق فرقه فايقه واللعيبه بالنسبه للجهاز الفني عايزه تقول للجهاز الفني احنا واقفين على رجلنا وموجودين. فعشان كده بقول توقع الشخصي هسمع فاروق طبعا هو اكيد عنده راي مختلف بس انا توقع الشخصي ان المباراه محسومه لتشيلسي. لا صعب صعب نقول محسومه لان الميلان برضو فريق عنده خبرات وخصوصا ان هو جه اليوم اللي على الميلان اللي نقول عليه انه يعني لسه المشروع لسه شغال يعني ما نسبقش يا جماعه ده الميلان يا جماعه الميلان يعني 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 اسطوره من اساطير الكره. كنا بنتكلم في قبل الهوا ان تغيير خريطه الكره عموما ان الدوري الانجليزي قلب الموازين وهو بقى رقم واحد على الدوري الايطالي اللي كان في بدايه الدوري الانجليزي ده حقيقي وما كانش بيتذاع في الوطن العربي وما كانش حد عايز يتفرج على الكوره فيه. بدا الانديه تدخل والاستثمار في نادي تشيلسي تحديدا كان واحد من الاستثمارات المهمه مع وجود ليفربول ومانشستر يونايتد وارسنال بقى في متابعه كبيره للدوري الانجليزي بدايه من عام 2005 تحديدا 2003 بص يا فاروق يعني 2004 بنتكلم بتاع ارسنال طبعا أرسنال. واندثار الدوري الايطالي فالتحول ده حصل بسبب الاستثمار بسبب النجاح في الماركت. بص يعني نمره واحد اقول لك انه القائمين على بطوله الدوري الانجليزي على بريمير ليج كان عندهم فيجن مهمه جدا صح. يعني حتى لو لم تاتي الاستثمارات بنتائج المرجوع منها الناس دي قررت في يوم من الايام انه النسخه دي من الدوري الانجليزي هنحط عليها اكس احنا عايزين نسخه ثانيه
رقية تبقى هي الأفضل على مستوى العالم، تبقى هي قبلة النجوم الأولى صحيح، وتبقى الصورة فيها ويبقى المدرجات فيها وتبقى الملاعب فيها على أعلى كواليتي ممكن صحيح. ونجحوا إن هم يتخطوا كل الدوريات اللي كانت بتسبقهم، اللي الإيطالي في يوم من الأيام كان نمرة واحد على مستوى العالم، ما حدش يختلف على ده، الأسباني الألماني الفرنسي وقدروا يعملوا ده. فقصة مش بس فلوس، لكن كان في كان في رؤية وكان في قرار. أنا لسه بنتكلم أوف إير أو قبل الحلقة أنا وفاروق على نفس القصة، هو اللي طرحها صراحة برضو فكرة الانتقال الاهتمام من الدوري الإيطالي للدوري الإنجليزي. وقلنا إن هم ماركتيرز هايلين، هم بيعرفوا يماركتوا البرودكت بتاعهم بشتى الطرق، عشان كده دايما الفلوس الأكتر عندهم. الإعلانات في الملعب بقت بتتباع بالريجن طبعا، يعني هنا الاعلان غير اللي هنا، هم اول ناس يعني ادوا الانديه، يعني الناس اللي في الميدل ايست غير الناس اللي في الفار ايست غير الناس في لاتين امريكا، كل واحد بيشوف الاعلان بتاعه. وانجلترا لسبب نجاحها ان هم اول ناس ادوا الانديه مفتاح القرار، لان النادي في الاول وفي الاخر هو اللي بيعمل المسابقه وهو اللي بيحقق النجاح. فهم ادوهم المفتاح القرار، حطوا رابطه انديه بدايه من الدوري الانجليزي وقالوا ال20 فرقه اللي هتبقى موجوده في الدوري هي اللي هتبقى موجوده في الرابطه، وهي اللي هتاخد كل القرارات. الاتحاد خرج ايده تماما، والنجاح حاليا الفريق الاخير في الدوري الانجليزي بياخد ضعف ثمن الفريق اللي بياخد المركز الاول في ايطاليا. الفريق الاخير في الدوري الانجليزي اللي بيهبط مباراه الهبوط، مباراه تحديد المتاهل من الدرجه الثانيه للبريمير ليج بالنسبه لي حاليا الارقام دي لو عايز نجيبها ده احنا نجيبها. بس انت خلي بالك في 200 مليون اللي الفريق الهابط من البريمير ليج للشامبيونشيب بياخد مكافأة اعلى من بطل الدوري الايطالي. انت تعرف الفريق اللي بيتاهل او مباراه، اغلى مباراه موجوده على كوكب الارض هي انهي مباراه؟ البلاي اوف. البلاي اوف المباراه النهائيه في التحديد المتاهل من الدرجه الشامبيونشيب للبريمير ليج بياخد 200 مليون جنيه استرليني في خلال موسم واحد. ايوه عشان يعمل ميركاتو ويخش البريمير ليج 200 مليون جنيه. نادي نوتنغهام فورست احنا بنتكلم في بطوله تشامبيونز ليج افريقيا 2 ولا 2 زودوها بقى مليون دولار 200000 دولار كده زودوها 200000 دولار 200 مليون استرليني وطالع من دوري الدرجه الاولى عندنا هنا. ولا نادي نوتنغهام فورست اللي تاهل حديثا للدوري الانجليزي عمل 19 صفقه، صرف فوق ال 100 مليون او 150 مليون جنيه استرليني في صفقات جديده، هو نادي صاعد حديثا للدوري. انا أرقام رهيبه تعقيبا سريعا على كلام فاروق. انا الرقم عارف لسه انت لسه يعني بتحاول تجمعها، لسه بحاول استوعب هي الفكره في ايه. هي فكره البروباجندا، انا بعمل فانتزي حوالين العالم كله، بعمل بث تلفزيوني حوالين العالم كله، عندي حقوق برعايه في كل بقاع العالم، فانا عايز احافظ على الكواليتي بتاع الدوري بالظبط كده، عايز احافظ على البراند. وعشان احافظ على البراند لازم احافظ على قوه الدوري والاستمراريه في طبعًا. الاثاره والمتعه طبعًا. لما نوتنغهام فورست يصعد من الشامبيونشيب للبريمير ليج في وسط الحيتان اللي موجوده ومش عارف يجيب صفقات لان هو اكيد مش هيعرف يجاريهم هيعمل ايه؟ هيقدم ماتشات سيئه وهيهبط مره تانية، فده هيقلل من قيمه البراند. لا احنا نديله فلوس كتير عشان يعرف يعمل صفقات كتير ويناطح كبار، عشان لما ليستر سيتي يطلع من الشامبيونشيب او ياخد دوري انجليزي يفوز بالدوري الانجليزي. هو النادي هو مفتاح القرار. اخر حاجه لما حبوا في الدوري الانجليزي العالم كله مشي بالخمس تغييرات، الانديه رفضت بسبب ان الانديه المتوسطه والضعيفه ما عندهاش دكه بدلاء تنافس الانديه القويه. او لما يحتاجوا الثلاث تغييرات او الخمس تغييرات الانديه القويه هتستفيد اكتر لان بدلاءها افضل. مظبوط. ان يبقى فيه ثلاث تغييرات بس وما يبقاش فيه خمس تغييرات وتنفذ موضوع الثلاث تغييرات ليله، لان الانديه هي صاحبه القرار. هتيجي نعمل برضو موضوع انه اللعيب يطلع ويخرج زي الباسكت والفام والهاندبول التطوير يعني انا كتبت التطوير كتبت وراك التطوير بس انت ملف التطوير وانا هطور لك يعني روح للتشامبيونز ليج مره ثانيه. ايه الماتش اللي انت مستنيه النهارده فاروق؟ لا اكيد تشيلسي وميلان، وانا ما بتفقش مع خالد خالص. هو يمكن لما انت بتشجع فرقه بتشوف حظوظها اقل شويه، لكن انا شايف ان ميلان لو لعبت على المرتدات، خصوصا ان تشيلسي مدرب كويس بس هو لسه جديد على اللعيبه، لسه اللعيبه ما استشفتش برضو بوتر. بس اغلب التشيلساويه متفائلين قوي بجان بوتر يعني كلهم راهنين قوي ان الراجل يقدر تفاصيل قوي يحتاج وقت عشان اللعيبه تفهم افكاره. فده حاليا تشيلسي ضد كريستال بالاس ما كانش افضل حاجه، كسب في الدقيقه الاخيره بسبب هدف وكان متاخر اعتقد 1-0 كان متاخر 1-0 وبعد كده في الدقيقه الاخيره كسب جالجر وقبليها تعادل في دوري الابطال، فهو هيحتاج وقت مع بوتر. فحاليا ميلان ممكن يستغل الفتره. طب انا عندي سؤال، بما انك متابع بوتر كويس الفتره اللي فاتت بالك بعد كده توقف دوري انا حاضر اسال هنا طب يبقى لك بقى هنبرر الرحمن ماشي نعديها يلا بوتر الفتره اللي فاتت توقف دولي وقبلها وفاه الملكه اليزابيث فالدوري الانجليزي توقف بغير كل البطولات. الفتره دي ما تسمحش لبوتر التفاصيل اللي انت بتتكلم عليها ما تسمحش لبوتر ان هو يديها للعيبه؟ بص انا دايما مقتنع ان المدرب عشان يحط بصمته هو محتاج فتره اعداد.
لان فتره الاعداد هي اللي بتكون المقياس. انت بتتكلم في شهر دلوقتي تقريبا يعني. لا بس بس في وسط الموسم، فهو صعب يعمل فتره اعداد لان اللعيبه مش موجوده، اللعيبه اوريدي مع المنتخبات بتاعتها، فهو الفتره دي ما نقدرش نقول ان بوتر كان معاهم بشكل يومي في التدريبات ان هو يديهم افكار جديده او يطبع اللعيبه على اسلوبه، فهو محتاج فتره اعداد. لكن واحد زي جرام بوتر والدوري الانجليزي كمان ما ننساش ان هو ما فيش فتره توقف شتويه، فمش هيبقى في فتره ان هو، فهيحتاج بقى التدريبات اليوميه مع الوقت. مش بس اللي بيسال، اللي بيجاوب على اسئله مش انا اللي اسئله برضه بيدفع. وبعدين كفايه كده 5000 كيه كده. احنا واضح ان الكلام على الاستثمار، واضح ان الكلام على الاستثمار بدا يشجع. يعني لازم نشغل الدنيا. ما يا جماعه يعني مفيش حاجه ببلاش في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. طيب خليني اسالكم حاجه ثانيه، هل ما قدم في بطوله الشامبيونز ليج لغايه النهارده، يعني انا الحقيقه كنت متوقع النسخه دي يبقى فيها منافسه وفيها مستويات اقوى من كده. كنت متوقع انه السنه دي البارسا ومع تشابي بشكله، الريال منافس تقليدي، بايرن ميونخ، بي اس جي، مان سيتي، ليفربول. طبعا في صدمات حصلت في الدوريات، يعني في فرق كتير جدا حصلها كبوات ما كانتش متوقعه في الدوري الانجليزي. تشيلسي يترنح، ليفر يترنح، المان مش لاقي نفس، اليونايتد مش السيتي مش لاقي نفسه. فهل شايفين انه في منافسه او في انديه كشرت عن انيابها، اعلنت عن رغبتها او قدرتها على تحقيق اللقب، ولا نستنى لما ندخل على المرحله الاقصائيه؟ خالد انا شايف لا نستنى، لانه مفيش فرقه ظهرت بالشكل المبهر اللي تقدر تقول وانت مغمض عينك الفرقه دي هتاخد شامبيونز ليج، فيما عدا هالاند مش السيتي، فيما عدا هالاند. لا لا ما تظلمش السيتي. يعني بص، وجود هالاند طبعا وتالقه الرهيب من بدايه الموسم ما حدش يقدر يختلف عليه، لكن ما تنكرش كمان انه هالاند لوحده ما بيعرفش يعمل حاجه جدا. يعني فيل فودن وجريليتش ودي بروين، لا وبرناردو سيلفا، وحتى الاحتياطيين اللي هم جابوهم كالفن فيليبس، كان في احصائيه لسه شايفها قبل الهوا كانت بتقول ان 34% نسبه التوقعات ان مانشستر سيتي هو اللي ياخد دوري الابطال السنه. 34% هو قوي جدا، هو فارق تقريبا عن 15% في النسبه عن اقرب فريق ليه اللي هو كان باريس سان جيرمان. هو ده الوحيد اللي تقدر تقول انه الى حد ما، بس برضو ما لسه عايز اقول في عقده في كده. انا اقول لك في سحر افريقي، انا عارفه. لا اقول لك في سحر افريقي انا عارفه، سحر لبيب جوارديولا عشان يانا توري واتكلموا في القصه دي. انا ما اعرفش ليه بقت مقتنع باللعنات كده في الفتره الاخيره. ففي سحر افريقي قال ان هو قدم لعنه على لبيب جوارديولا ان هو ما يتوجش بدوري الابطال، 10 سنين عدت وما توجش. فيمكن انت بقيت مقتنع باللعنات والمؤامرات، واحنا مقتنع بحاجات، مقتنع انه دوري 2012 نظريه المؤامره، نظريه المؤامره بس مش هيقول ابي جوارديولا 12 مانشستر سيتي ده سكريبت، مش أنا مش أنا منافسه. انا لو يعني لو السيتي ما حققش لقب تشامبيونز ليج السنه دي انا هيبقى عندي مشكله كبيره جدا مع البطوله، لانه كان الاقدر والاحق بتحقيقها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها قدام تشيلسي والسنه اللي خرج فيها قدام ريال. هيبقى عندك مشكله كبيره معايا، بس انا اعتقد انه السنه دي لا، يعني ما حدش هيقدر يقف قدام السيتي ولا ايامه بيننا. ما حدش هيبقى عندك مشكله كبيره معايا، لان انا نفسي لا السيتي ولا باريس سان جيرمان ابدا طول حياتهم. هو ما حدش هيقف قصادهم ليه؟ هالاند مش هيروح كاس العالم، هيجي النص الثاني من الموسم فايق وعلى رجليه، ده في الارقام دي هو مش محتاج اساسا. وشرفتونا شكرا وسهلا بيكم، بستمتع بجد بيكم جدا كل يوم اربع. خالد عامر وفاروق عصام شرفتوا الدنيا ونورتوها في السادسه، وعلى كل خير نقابلكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وبعد ما نتابع جوله النهارده طبعا. وبشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير ان شاء الله باذن الله. حلقتنا اللي جايه هتكون قبل 24 ساعه من انطلاقه مشوار الاهلي الافريقي، تغطيه هتكون خاصه جدا فيها تفاصيل كتير جدا عن مواجهه الاهلي والاتحاد المنستيري في دور 32 من دوري الابطال. كل التحيه لكل الاهلاويه تابعونا النهارده، ونتقابل على خير ان شاء الله في حلقه جديده من السادسه.